تشهد الحملة الوطنية للتطعيم إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 582,461 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية 445,862 شخصا. كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية أخذ اللقاح المضاد للفيروس كورونا باعتباره حماية للفرد والمجتمع ومساهمة في دعم الجهود الوطنية في التصدي للفيروس ومنع انتشاره، وذلك للمحافظة على ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستويات متميزة في التعامل مع الجائحة.